بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الترند. بالتاكيد احداث مهمه جدا خلال الفتره الحاليه، انطلاق طبعا المباريات الجوله الثالثه من مباريات كاس العالم. النهارده اولى المباريات وخلاص هنبدا في مرحله تحديد الفرق المتاهله لدور ال 16 والمراحل الفاصله في بطوله كاس العالم فيفا قطر 2022. كمان هنتكلم النهارده على استئناف وانطلاق مباريات الدوري العام خلال الفتره اللي جايه. غدا باذن الله استئناف مباريات الجوله الخامسه بعد توقف دام لاكثر من 3 اسابيع. الاهلي عنده مباراه مهمه جدا يوم الجمعه مع طلائع الجيش في الاسبوع الخامس من الدوري العام بعد تحقيق نتيجه ايجابيه والفوز على المقاولين العرب قبل يومين في لقاء دور الثمانيه لكاس مصر الموسم الماضي. زي ما انتم شايفين الموسم بنلعب سوبر موسم ماضي في كاس الحالي، كاس الموسم الماضي، دوري الموسم الحالي، يعني الاجنده لسه متلخبطه شويه لغايه لما تتظبط الامور باذن الله مع نهايه شهر 6/2023 تبدا الاجنده المحليه تتظبط بالنسبه للمواسم الجايه. حلقه فيها كواليس وتفاصيل مهمه جدا، لكن نبدا حلقتنا زي ما انتم متعودين بسؤال حلقه اليوم. وسؤال حلقه النهارده عايز اعرف راي حضراتكم، مين هي المنتخبات الكبيره اللي ممكن تخرج من الدور الاول في المونديال؟ شاركوا معنا في الاجابه على السؤال من خلال صفحات القناه عبر السوشيال ميديا، صفحه الفيسبوك وتويتر وانستجرام. وفي الفقره الاخيره هستعرض اكبر قدر من اراء حضراتكم، واكيد ممكن يكون في مفاجات في خروج بعض المنتخبات الكبيره من الدور الاول. لكن بسرعه نروح لاهم العناوين. في ترند الاهلي، الفريق يبدا الاستعداد للطلائع غدا. وفي ترند المونديال، حسم الجدل حول هدف البرتغال في أوروغواي. وأخيرا التحكيم المصري يظهر في كأس العالم. النهارده كلنا عارفين طبعا أو دلوقتي في هذه اللحظات انطلقت مباراة هولندا وقطر، وهذه المباراة بيديرها بكاري جسامة ومعاه الحكم المساعد الثاني الكابتن محمود أبو الرجال. أول مباراة ليه في كاس العالم فيفا قطر 2022، اتمنى له التوفيق يا رب باذن الله. وطالما بكاري جسام عامل ماتش كويس نطمن ان ابو رجال مكمل معاه خلال باقي مباريات البطوله، لان اي غلط بيحصل في اي مباراه طاقم التحكيم بالكامل بيخرج حتى لو المساعدين على اعلى مستوى. طيب نروح لمباريات النهارده، وقلت النهارده بالتاكيد مباريات الجوله الثالثه واولى المباريات النهارده. يمكن الساعه 5 بدات منذ قليل مباريات الجوله الثالثه للمجموعه الاولى. الاكوادور في مواجهه قويه جدا مع السنغال، دي مواجهه فاصله، الفائز بيتاهل بشكل مباشر الى مرحله دور ال 16. في نفس التوقيت ايضا هولندا بتلعب مع قطر، وهولندا بيكفيها التعادل التاكيد او الفوز حتى لضمان الصداره والتاهل لدور ال 16. الساعه 9 مباراه ناريه، ايران في مواجهه امريكا. ايران 3 نقاط، امريكا نقطتين، وبالتاكيد مباراه قويه جدا، كل فريق عايز يحافظ على حظوظه في التاهل لدور ال 16. وفي الختام ويلز في مباراه مع انجلترا، ويلز نقطه، انجلترا 4 نقاط، وبالتاكيد انجلترا التعادل او المكسب بيضمن لها التاهل، لكن ويلز لا بديل امامها سوى الفوز على المنتخب الانجليزي. مباريات قويه جدا ومهمه، لكن بالطبع مباريات كاس العالم وهذه النسخه تحديدا من امتع وافضل نسخ كاس العالم في السنوات الاخيره. دي كانت مقدمه وبدايه حاله الترند. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض، لان عندنا كواليس مهمه جدا عن انطلاق واستئناف مباريات الدوري العام، وكمان هنعمل اطلاله كده سريعه على مباريات الجوله الختاميه في لقاءات الدور الاول من كاس العالم فيفا قطر 2022. اهلا بحضراتكم من جديد، وبالتاكيد الحديث عن المسابقه الاغلى والاجمل والاقوى كاس العالم فيفا قطر 2022. دخلنا في المراحل الحاسمه، ومباريات الجولة الثالثة بدأت النهاردة بالتأكيد بالنسبة للقاءات المجموعة الأولى. لكن قبل ما أدخل في تفاصيل هذه البطولة، يمكن قبل انطلاق البطولة الحمد لله يمكن كان ليا رؤية كده بخصوص هذه البطولة، وقلت من البداية المنتخبات العربية اللي هتقدر تقدم كرة حقيقية ويبقى ليها فرص في التأهل رغم صعوبة المجموعة منتخب السعودية، منتخب المغرب، ويمكن ده حدث بالفعل في مباراة الجولة الأولى والثانية. شفنا أداء مميز جدا للسعودية على الأرجنتين، شفنا مكسب وانتصار عظيم للفريق الأخضر السعودي، واللقاء الثاني نقدر نقول ما كانش فيه توفيق، ما كانش فيه حظ، وقدر المنتخب البولندي أنه يكسب السعودية 2-0. نفس الأمر بالنسبة للمنتخب المغربي، عمل نتيجة مميزة جدا أمام المنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم الماضي. وفي المباراة الثانية تألق وفاز المغرب على بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء، وبالتالي عندها فرصة انها تتصدر المجموعة
اذا فازت على كندا في لقاء الجوله الاخيره باذن الله. وبالتاكيد مهم جدا الفوز والصداره بالنسبه للمغرب عشان تبتعد عن مواجهه اسبانيا، ابرز المرشحين لصداره المجموعه الاخرى المنافسه لمجموعه المغرب. نفس الامر بالنسبه للمنتخبات الافريقيه، توقعت من البدايه ان منتخبات افريقيا هيكون لها التفوق والكلمه على المنتخبات الاسيويه، مش بتكلم في المواجهات المباشره بس، بتكلم كمان في النتائج والتاهل للمراحل المتقدمه في بطوله كاس العالم. السنغال دلوقتي بتلعب مع الاكوادور، ان شاء الله نسبه تاهلها اذا فازت هتكون كبيره جدا، المغرب عندها نسبه كبيره جدا، تونس عندها نسبه ولكنها قليله شويه، ان هي بالتاكيد لازم تكسب فرنسا وتنتظر نتائج مباراه الدنمارك واستراليا. غانا عملت نتيجة مميزة بالفوز على كوريا الجنوبية 3-2، وخسرت من البرتغال في اللقاء الأول رغم الأخطاء التحكيمية، عملت مباراة كبيرة لكن خسرت 3-2، وبالتالي عندها فرصة كمان إن هي تصعد إذا يعني فازت على أوروجواي في الجولة الأخيرة، وممكن كمان يعني تتساوى في النقاط مع البرتغال. محدش يعرف الجولة الأخيرة، ممكن البرتغال لا تخسر فتبقى الغانا 6 والبرتغال 6، فكل شيء وارد بالتأكيد في الكورة خلال الفترة الجاية. لكن رهاني على المنتخبات العربية، السعودية والمغرب كانت نتائجها أفضل من قطر وتونس، والمنتخبات الإفريقية وفي كم مواجهة إفريقية آسيوية تمت في البطولة. قطر كسبت السنغال، كوريا خسرت من غانا، وتونس خسرت من أستراليا. وبالتالي ننتظر بقى النتائج خلال الجولة الأخيرة اللي هتكون جولة فاصلة. طيب نروح بقى لجدول المجموعات، لان جدول المجموعات اكيد لاول مره واحنا بنلعب كاس عالم نتكلم على ان 30 منتخب من اصل 32 لسه عندهم حظوظ في التاهل الى دور ال 16، لم يتاكد خروج اي منتخبات سوى منتخبي قطر وكندا فقط، لكن كل المنتخبات 30 منتخب عندهم كل الفرص متساويه في التاهل لدور ال 16. المجموعه الاولى واللي بتتلعب مبارياتها دلوقتي، هولندا في الصداره 4 نقاط، الإكوادور 4 نقاط، السنغال 3 نقاط، قطر 0 من النقاط. السنغال 3، الإكوادور 4. فوز السنغال يضمن لها الصدارة في حال تعادل هولندا مع قطر، وبالتأكيد إن شاء الله هنتابع مع حضراتكم نتائج هذه المباريات، ومع نهاية الشوط الأول هنقول لكم النتائج بإذن الله. طيب نروح للمجموعة الثانية، إنجلترا في الصدارة ب4 نقاط، إيران 3 نقاط، أمريكا 2 نقطة، وويلز نقطة. هل تتخيلوا المجموعة كلها متشابكة؟ فوز ويلز على انجلترا يخليها 4 نقاط وممكن تتأهل في حال تعادل ايران مع امريكا، وفي النهاية هنا معيار الاهداف مهم جدا قبل المواجهات المباشرة، لكن ايران اذا كسبت امريكا ممكن تتصدر المجموعة في حال تعادل انجلترا مع ويلز. نروح للمجموعة الثالثة، بولندا 4 نقاط، الارجنتين 3، السعودية 3، المكسيك نقطة. برضو مجموعة متشابكة بنسبة كبيرة، لقاء مهم جدا ما بين السعودية والمكسيك، السعودية في حال الفوز ممكن تتصدر المجموعة، ده في حال التعادل بولندا مع الأرجنتين. الأرجنتين لحقت نفسها وكسبت المكسيك فأصبح عندها 3 نقاط، عندها مباراة قوية مع بولندا، لا بديل الأرجنتين سوى الفوز على بولندا لضمان التأهل، لكن السعودية برضو ما عندهاش إلا فرصة واحدة تكسب عشان تتأهل دون النظر لنتائج باقي المباريات. المجموعة الرابعة، مجموعة الفريق الفائز بكأس العالم وحامل اللقب، فرنسا أول الفرق اللي ضمنت التأهل لدور 16 6 نقاط، يليها استراليا حققت مفاجأة وكسبت تونس في المباراة السابقة وعندها 3 نقاط، والدنمارك نقطة وتونس نقطة. فوز فرنسا على الدنمارك إدى فرصة إن تونس يكون عندها نسبة بسيطة أو نسبة ضئيلة من التأهل لدور 16، ده في حالة إن تونس تكسب فرنسا وبالتالي تونس تبقى 4 نقاط، وبالتالي ننتظر نتيجة استراليا والدنمارك. أفضل نتيجة بالنسبة لتونس إن استراليا والدنمارك يتعادلوا ويبقى استراليا 4 نقط والدنمارك 2 نقطة، وبالتالي لازم تونس تكسب فرنسا بأكثر من 2، وطبعا هيبقى صعب جدا لأن فرنسا حامل اللقب وأبرز المرشحين للبطولة. طب نروح للمجموعة الخامسة، أسبانيا 4 نقط، اليابان 3 نقط، كوستاريكا 3 نقط، ألمانيا نقطة. تعادل ألمانيا مع أسبانيا إدى أمل للألمان إن ممكن يكون عندهم فرصة في التأهل، وبالتالي ألمانيا محتاجة تكسب كوستاريكا بفارق كبير من الأهداف عشان تبقى 4 نقط، تظل كوستاريكا عند 3 نقاط، وبالتالي المواجهة الصعبة أسبانيا مع ألمانيا. أسبانيا لو كسبت تبقى 7 وألمانيا تكسب تبقى 4، ألمانيا هنا تصعد هي وأسبانيا، لكن مهم جدا فارق الأهداف وفوز ألمانيا بنتيجة كبيرة على كوستاريكا، يعني ممكن تعمل نفس النتيجة اللي عملتها أسبانيا مع كوستاريكا. فوز كوستاريكا على اليابان لخبط شكل المجموعة لأن الكل كان بيتوقع أن اليابان بعد ما كسبت ألمانيا هتكسب كوستاريكا، لكن خسرت بهدف مقابل لا شيء.
نروح للمجموعه اللي بعديها، كرواتيا 4 نقط، المغرب 4 نقط، بلجيكا 3 نقاط، وكندا 0 من النقاط. يمكن اكتر فريق ضامن الخروج كندا زي قطر. طبعا مجموعه متشابكه بالنسبه لماتش كرواتيا وبلجيكا. بلجيكا لا بديل امامها سوى الفوز على كرواتيا، اي نتيجه غير فوز بلجيكا بلجيكا تخرج، لان هنا عندنا مباراه المغرب وكرواتيا، المغرب يكفيها نقطه للتاهل، واذا فازت ممكن تتصدر المجموعه. مجموعه مميزه جدا واداء مميز جدا للمنتخب المغربي وعامل نتائج مبهره، وده ان ده اللي بيدل على تخطيط تم ما بين السعوديه والمغرب خلال السنوات الاخيره. في تخطيط كبير جدا في الاتحاد السعودي والاتحاد المغربي عشان نشوف النتائج اللي شايفينها في 2022. نروح للمجموعه السابعه، البرازيل ضمنت التاهل ب6 نقاط في الصداره، سويسرا 3 نقاط، الكاميرون نقطه، صربيا نقطه. طبعا الكاميرون كان عندها فرصه انها تكسب صربيا، لكن للاسف حصل تعادل 3-3، وبالتالي الكاميرون لا بديل امامها سوى الفوز على البرازيل، وفي نفس الوقت بتنتظر اي نتيجه ايجابيه للبرازيل على سويسرا. طبعا صربيا ايضا عندها حظوظ، كل المنتخبات عندهم حظوظ ما عدا البرازيل هي الوحيده اللي ضمنت التاهل دون النظر لنتائج الجوله الاخيره. المجموعه الاخيره، البرتغال 6 نقاط، غانا 3 نقاط، كوريا الجنوبيه نقطه، اوروجواي نقطه. البرتغال امبارح بعد ما فازت على اوروجواي 2-0 ضمنت التاهل بنسبه 100%. غانا 3 نقاط وفوزها على كوريا ادها يعني فرصه كبيره ان هي تتصدر المجموعه في حال اذا البرتغال خسرت من كوريا الا الجنوبيه، وبالتالي غانا عندها مباراه مش هقدر اقول صعبه، لكن تقدر تقول مباراه بعنوان كده الصحافه الرياضيه صقر كروي. كلنا فاكرين مونديال 2010 اللي اتلعب في جنوب افريقيا، وازاي قدرت اوروجواي تطلع غانا من دور الثمانيه، وكان ممكن غانا تكتب التاريخ وتعمل تاريخ لولا لقطه لويس سواريز اللي جه في اللحظه الاخيره شال الكوره من على خط المرمى وركله الجزاء طيحها اسامواه جيان، راحوا لركلات الجزاء الترجيحيه بعد نهايه الوقت الاصلي والاضافي وخرجت غانا. دي مباراه سائريه بالنسبه للمنتخب الغاني، اذا كسبت اوروجواي تضمن الصداره والتاهل بنسبه كبيره لمرحله الدور التالي. دي اطلاله سريعه على الثمان مجموعات، بطولة ممتعة، بطولة جميلة، حضور جماهيري مميز، تنظيم على أعلى مستوى، كمان التجمع الشعوب العربية عاملة مع بعضها كده يعني شكل مميز جدا في ملاعب الدوحة، نتمنى يا رب تكلل بالنجاح، وبعد نهاية الجولة الثالثة نشوف السعودية والمغرب في دور ال 16، ولو في فرصة لتونس كمان نتمنى يا رب تكون موجودة معاهم، وكمان نشوف السنغال وغانا في دور ال 16 عشان البطولة تحلو أكتر وأكتر مع تأهل أسبانيا والبرازيل وفرنسا والبرتغال، هنشوف بطولة قوية جدا ومستوياتها هتبقى أعلى من كده في مراحل الدور القادم بالنسبة لكأس العالم. طيب أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع هنتكلم عن الشأن المحلي، وعندنا كلام مهم جدا عن حكام مباريات الجولة الخامسة والاجتماع اللي تم بالامس ما بين مارك كلاتنبرج مع الحكام عبر زوم، جلسه اونلاين نتيجه سفر كلاتنبرج خارج مصر لتحليل مباريات كاس العالم. كواليس مهمه جدا تابعوها ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب كلنا عارفين ان الفتره الاخيره كان في توقف بالنسبه لمشوار الدوري العام وتوقف للنشاط المحلي بسبب ان المنتخب كان عنده مباراه وديه مع منتخب بلجيكا في الكويت وانطلاق مباريات كاس العالم في 20 نوفمبر يعني قبل حوالي 8-9 ايام. طيب الجوله الخامسه للدوري العام، وهنرجع بقى من تالي لمباريات الدوري والمباريات المحليه في عز مباريات كاس العالم. بكره في 3 لقاءات، ويوم الخميس 3 لقاءات، والختام يوم الجمعه ايضا ب3 مباريات. في مباريات هتتلعب الساعه 3:15، وفي مباريات هتتلعب الساعه 7. يوم الخميس الزمالك والمصري الساعه 7، ويوم الجمعه الاهلي وطلائع الجيش ايضا الساعه 7 في ختام مباريات الاسبوع الخامس. طيب مدى تركيزي على فكرة الجولة الخامسة وإيه اللي هيحصل فيها ليه؟ ما الجولة الخامسة زي التالتة زي الرابعة كلها مباريات في الدوري، ولكن بحب أركز على التفاصيل. الفترة اللي فاتت كان في توقف للدوري، أكتر ناس ممكن تكون استفادت من التوقف هي لجنة الحكام، ده إذا كانت في لجنة، يعني ده إذا كانت في لجنة من الأساس. طيب رئيس اللجنة سافر بيحلل مباريات كأس العالم في إحدى القنوات الأوروبية، وبالتالي أكيد مش متابع المباريات اللي اتلعبت الفترة اللي فاتت في الكاس، ولا هيبقى مركز ويشوف استعداد الحكام عشان يعينهم في مباراة الدوري. ده ألف بي، يعني الراجل موجود برا مصر مش في مصر، ده احنا اللي قاعدين في مصر تركيزنا على كاس العالم واخد انتباهنا بنسبة كبيرة جدا عن الشأن المحلي بشكل كبير، ما بالك بقى اللي في المطبخ نفسه
وقاعد بره مصر وبيحلل مباراه كاس عالم وهو اساسا راجل اوروبي، يعني مش راجل مصري يقدر يبص حتى ويسال ويتكلم. لا، هو بيتعامل مع واحد او اتنين بياخد منهم كل الداتا وما عندوش اي كواليس ولا اي تفاصيل. حتى مباراه الارجنتين والامارات اللي اتلعبت في الاجنده الدوليه تعيين الحكام كان بعيد عنه، يعني ماركو كليتنبرج اصلا ما يعرفش مين الحكام اللي تم اختيارهم لهذه المباراه، وتم الاختيار من قبل احمد ابو العيلة مدير اللجنه دون الرجوع حتى لاعضاء لجنه الحكام. طيب، مباراه الجوله الخامسه التعيينات تمت فيها ازاي؟ النهارده لما سالت اعرف مين الحكام اللي تم تعيينهم، لان امبارح كانت اتعملت جلسه زوم ميتنج اونلاين ما بين مارك كلاتنبرج مع الحكام اللي اداروا مباراه الكاس والحكام كمان اللي هيديروا مباراه الجوله الخامسه، عرفت ان تم اختيار امين عمر وعمرو الشناوي لمباراه الزمالك والمصري، وتم اختيار محمد عادل ووائل فرحان لمباراه الاهلي وطلائع الجيش. امين عمر حكم ساحه، عمرو الشناوي حكم تقنيه الفي ار، ومباراه الاهلي والجيش محمد عادل حكم دولي مميز وحكم محترم بصراحه هيدير هذه المباراه زيه زي امين عمر، حكام كلها مميزه، لكن بيبقى في بعض الاختلافات كده بتحصل بسبب مشاكل في تقنيه الفي ار بسبب اللجنه السابقه ادت مفاهيم خاطئه عملت مشاكل مع الحكام. لكن بالتاكيد انا بتكلم على الحكام وعارف مين الحكم الكويس ومين الحكم اللي مش كويس، فلما بشيد بحد انا عارف بشيد بمين. لا، حكام تستاهل ان هي تدير هذه المباريات، ولكن الاختلاف بقى عندي في نسبه هقولها دلوقتي. والفي ار في ماتش الاهلي والجيش وائل فرحان، ايه بقى الاختلاف؟ مباراه الزمالك والمصري امين عمر وعمرو الشناوي، كلنا فاكرين المباراه الشهيره اللي اتلعبت ما بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا في ملعب الجيش بالسويس، او مباراه الاهلي والداخليه، اسف، مباراه الاهلي والداخليه اللي اتلعبت في ملعب الجيش في السويس، وكان في مشكله على هدف تسلل مش تسلل لكريم فؤاد، وكان حتى في اختلاف على الخط الازرق الاحمر. ما علينا من التفاصيل اللي حصلت دي، بس كان الخطأ اللي حصل او التعيين اللي حصل ده عمل مشكله بعد هذه المباراه اللي كان فيها امين عمر وعمرو الشناوي. فبالتالي لما تيجي تختار في المباريات التي تليها مباشره حكام اكيد لازم تغير، مش هتجيب امين عمر وعمرو الشناوي تاني، لان كلنا شفنا الماتش اللي فات كانت فيه اختلاف في وجهات النظر وفي تفاصيل كتيره جدا في هذه المباراه. فبالتالي لازم تغير، يا اما تغير حكم الساحه يا اما تغير حكم الفي ار. أنا مش فارق معايا مين اللي يتغير، أنا بتكلم على المبدأ في حد ذاته. فكرة إنك تقرر الحكام أيًا كانت المباريات فيها أخطاء أو ما فيهاش أخطاء ده مش صح. لازم يكون عندك تنوع في اختيار الحكام بالنسبة للمباريات، فبالتالي كان تعيين غريب جدًا إن يقرر نفس الطاقم اللي حكم ماتش الأهلي والداخلية هو اللي يدير ماتش الزمالك والمصري. دي أول نقطة. النقطة الثانية، كلنا شفنا مباراة الأهلي والمقاولين في كأس مصر. المباراة اللي أدارها نادر قمر الدولة. وكلنا شفنا تضارب المعايير عند نادر أمر الدولة في احتساب أو عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي، وفي نفس الوقت إدى عمرو السولية إنذار وفاول بنفس الشكل للعبة اللي مرضيش يحسبها ضربة جزاء للأهلي. يعني أتمنى تكون اللعبة معانا عشان نشرحها للناس، لأن حتى الكابتن ناصر عباس لما كان معانا هنا في الاستوديو التحليلي وطلع يتكلم على الخلل اللي موجود في المعايير، أنت كحكم نفس اللعبة ما حسبتهاش ركله جزاء وحسبتها فاول على الفريق المنافس واديت انذار كمان لعمرو السولية. ما هو لو انت حسبتها فاول وانذار كنت تحسبها ركله جزاء، لكن انت ما حسبتهاش ركله جزاء، طب ازاي تديها فاول وكمان تدي قرار اداري وتدي عليها انذار؟ كابتن ناصر عباس شرحها يعني بشكل جيد جدا، وبالتاكيد يعني اكيد هيشرحها احسن مني 100 مره، راجل محاضر دولي ومحاضر تحكيمي وما عندوش يعني اي حسابات، الراجل بيشتغل كده زي المسطره، شايف اللي ليه واللي عليه وبيقول زي ما الصوره جايبه بالظبط. وبالتالي نادر امر الدوله غلط في هذه المباراه. اتفاجئ ان في جلسه الزوم ميتنج اللي تمت ما بين مارك كلاتنبرج مع الحكام اللعبه دي ما جاتش لكلاتنبرج خالص. يعني اللي بيقطع الحالات التحكيميه وبيديها لرئيس اللجنه عشان يقيم الحكام، طالما الحكم طالما رئيس اللجنه مش فاضي، ما هو رئيس اللجنه في كاس العالم اهو قدامكم الصوره اهي، قدامكم اللعبه، نعيدها تاني يا بيبو معلش. يعني لاعب المقاولين اهي ايده جت في وشه، تمام، ركله جزاء واضحه جدا، ضربه جزاء واضحه جدا، مش هتكلم بقى على الكارت الاحمر او الكارت الاصفر. اللعبه اهي، بصوا في الاعاده، بص اهي الزاويه دي اوضح بكتير اهي، بص ايده جت فين. لا، والمشكله ان في ار، يعني في تقنيه فيديو، يعني انا مش عارف وقتها الكابتن احمد الغندور كان فين في تقنيه الفيديو في هذه اللعبه، انا مش قادر استوعبها. طيب نفس اللعبه، بص السوليه
اهي ايده جت في راس لاعب المقاولين، اه فاول وتدي عليها انذار. طب ما هي نفس اللعبه دي كانت ركله جزاء يا كابتن نادر، ما هي نفس اللعبه دي اهي، نفس الخبطه بالظبط، والله والله نفس الخبطه بالظبط، في نفس الحته اللي في الوش كمان، يعني في نفس الحته بالظبط، ما دي ضربه جزاء، ما حصلتهاش ضربه جزاء. طب نخلص من كل ده، خلاص عدت اللجنه ما تديش للراجل اللعبه دي. الراجل يجي في الاجتماع يقول الحكام نادر امر الدوله عمل مباراه تحكيميه لاعلى مستوى بيستعرض الحالات التحكيميه، ما تكونش لا دي موجوده ولا دي موجوده. فين الامانه يا ناس مع رئيس اللجنه؟ يعني هو خلاص الناس رضيت ان هو مش موجود في مصر وهو سافر وبيحلل مباراه كاس العالم وهو اتفق معاهم على كده. انا مش بنتقد كلاتنبرج على فكره، هو اتفق معاهم على كده وهم وافقوا على كده. فكره ياخد مرتب ما ياخدش مرتب دي مش قصتي، موضوع الفلوس ده مش ما بركزش فيه اساسا، يعني مش قصتي، انا اركز في الشغل الفني. الحاله دي ما راحتش للراجل، فبالتالي بنى تقييمه لنادر قمر الدوله على انه تقييم ممتاز، رغم ان اللعبه دي بالمعيار اللي احنا شفناه ده لو راحت له هيقلل درجه التقييم، وبالتالي مش هنشوف نادر قمر الدوله ماتش او ماتشين او ثلاثه الفتره الجايه. شفتوا بقى المشاكل بتيجي منين؟ شفتوا الازمات بتيجي منين؟ رئيس اللجنه مش موجود، ما بيتفرجش على الماتشات، بتتقطع له بعض الحالات، بتروح له حالات على حسب المزاج، وبالتالي بيجي يحلل الحاله بيقول الحكم ده ياخد 10 من 10 لان الحاله لو كان رايحه له ممكن يديله 7 من 10 او 6 من 10. هو والفي ار على فكره، انا مش بتكلم عن نادر قمر الدوله بس، هو واللي موجود في غرفه تقنيه الفيديو الاثنين زي بعض. هي دي الازمه اللي احنا بنتكلم فيها بقى، مفيش مصداقيه ومفيش عمل مؤسسي داخل الاتحاد ومفيش عمل مؤسسي داخل لجنه الحكام والمعايير مش كويسه، وده اللي خلاني اسال على حكام الجوله الخامسه واكتشفت ان في تعيينات تركيبتها برضه غلط وممكن نواجه نفس المشاكل اللي واجهناها السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل اللي فاتت. عشان كده حريص ان انا اطلع كل التفاصيل وكل الكواليس اللي بتحصل داخل لجنه الحكام بهذا المشهد اللي انتم شايفينه. اتمنى الفتره الجايه تكون في اداء افضل من كده، لان انا مش متفائل بالمعلومات والاخبار والكواليس اللي بتجيلي يوم عن يوم، وكل يوم بيجيلي اخبار اسوأ من اليوم اللي قبل. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونشوف ترند الاهلي واللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا. اهلا بحضراتكم من جديد وترند الاهلي، ونشوف اللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا. نبدا مع بعض بحساب الوطن سبورت وبيتكلم على دكه الاهلي. طيب دكه الاهلي قد تدفع السليه للتفكير في العروض الخليجيه. طب الكلام ده على فكره يبدو انه هيتكرر كتير قوي الفتره الجايه، بسبب ان السليه ممكن يبدا اساسي في ماتش، ممكن يبقى على الدكه ماتش تاني، ممكن يكون بديل في بعض المباريات. لو تاخدوا بالكم من بدايه الموسم يعني مارسيل كولر ابتدى يتعامل مع اداء بعض لاعبي خط الوسط حسب التكتيك والفرق المنافسه، فبالتالي اكيد الفتره الجايه هتلاقوا روتيشن وتعديلات كتيره في التشكيل من مركز لاثنين لثلاثه، لكن هل ده ممكن يدفع البعض للمطالبه بالرحيل؟ اطلاقا ده مش هيحصل ومش موجود، لان الراجل حتى كمان بيتكلم مع اللعيبه لما بيبقى لعيب قاعد على الدكه او بره السكور بيقول له ليه وبيحاول يصحح معاه الاخطاء، لكن في النهايه مفيش حاجه اسمها انا النهارده مش اساسي فانا عايز امشي، الكلام ده مش حقيقي، واكيد هتسمعوا ده كتير اول فتره جايه لان هيحصل روتيشن كتير في عدد من المراكز لبعض اللاعبين. طب نروح لحساب اليوم السابع وبيتكلموا على ان الاهلي يواصل استعاده مصابيه تدريجيا، اعرف التفاصيل. طيب التفاصيل ان كانت قائمه الاصابه فيها محمد عبد المنعم وايمن اشرف وحمدي فتحي سلية ديانج عمار حمدي، في البعض منهم رجع وشارك حتى في مباراه المقاولين ابرزهم حتى عمرو السلية واليو ديانج نزل وشارك في الشوط الثاني، لكن تم راحه محمد عبد المنعم وحمدي فتحي في لقاء المقاولين عشان يجهزوا للفتره اللي جايه. ايمن اشرف كلنا عارفين ان هو سافر وحصلت تطمينات من الخبير النمساوي بخصوص ايمن اشرف واصابه الركبه، والحمد لله الطبيب النمساوي اكد ان ايمن اشرف لا يعاني من اي اصابه في الركبه، لكن هيكون في تاهيل ليه خلال الفتره الجايه عشان يكون لائق للمشاركه في المباريات، والحمد لله انهى كل الفحوصات بشكل جيد جدا. عمار حمدي في المراحل الاخيره وان شاء الله باذن الله مع استئناف مباريات الدوري هيكون كمان موجود اكرم توفيق، وكمان هيكون موجود محمد عبد المنعم في الفتره اللي جايه، ونطمئن كمان على حاله محمود متولي. نروح لحساب كوره بلس وبيتكلموا على موعد مشاركه ايمن اشرف في تدريبات الاهلي الجماعيه. انا اكدت من شويه ان الطبيب النمساوي اكد ان الحمد لله ما عندوش اي اصابه، لكن محتاج 5 اسابيع للتاهيل، يعني ايمن اشرف محتاج حوالي 5 اسابيع للتاهيل خلال الفتره اللي جايه، بنتكلم في خلال شهر عشان يكون لائق للمشاركه في التدريبات ومن ثم المباريات، ولكن الحمد لله مش محتاج عمليه جراحيه، مفيش اي تدخل جراحي، وفي نفس الوقت تدريبات تاهيليه لازاله الالام اللي بيعاني منها اللاعب
في اوروبا. اخر حاجه معايا في ترند الاهلي والمصري الرياضي، تصريح لاحمد عبد القادر لاعب الاهلي، واللي قال فيه راضي عن المستوى الذي اقدمه مع الاهلي في الموسم الماضي، وقال لكن بالتاكيد نتائج الموسم بالكامل على مستوى الفريق غير مرضيه. هو بيتكلم على ادائه بشكل فردي وبيتكلم كمان على نتائج الفريق، لكن نتمنى الافضل باذن الله خلال الفتره اللي جايه. فاصل ثم نواصل. كاس العالم فيفا قطر 2022 ترند المونديال واللي فيه ابرز الاخبار والكواليس. طيب نشوف مع بعض ترند المونديال واللي اتكتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. نبدا مع بعض بحساب سكاي سبورت على تويتر واللي اتكلموا على بيان للشركه المصنعه للكره اللي بتتلعب بيها كاس العالم. يمكن البيان قالوا فيها من خلال الشركه المصنعه للكره: باستخدام التقنيه المتصله والموجوده في كره مباراه البرتغال واوروغواي يمكننا ان نؤكد بشكل قاطع عدم وجود اي تلامس للكره من كريستيانو رونالدو. الموضوع ده عامل ضجه كبيره جدا من امبارح، واصرار كريستيانو على احتساب الهدف ليه وما يحتسبش الهدف لبرونو، الكره العرضيه المميزه منه، لكن اتقال ان هو لمسها كده بشعر راسه ودخلت جون. الكره بيتم شحنها على فكره بالكهرباء، وفيها كده بعض التقنيات بتقدر تحسب من خلالها امور كثيره جدا متعلقه بغرفه الفي ار وتقنيه التسلل وحاجات كثيره جدا متعلقه بهذه البطوله. الشركه المصنعه دخلت على الخط وقالت النهارده ان الهدف مش باسم كريستيانو لانه ما لمس الكوره اصلا. طب نروح لحساب كوره 11 على تويتر وبيتكلموا على ماتش السعوديه والمكسيك. صحيفه الرياض السعوديه بتقول بعثه منتخب المكسيك طلبت توفير الوجبات السعوديه الشهيره ابرزها الكبسه، اعتقادا منهم ان هذه الوجبات هي سبب قوه المنتخب السعودي وحماسه في كاس العالم. مش عارف، عندي احساس كده ان حد نصحهم نصيحه غلط يعني عشان ينزلوا خسرانين الماتش، يعني انت تاكل الكبسه بعدها وما تلعبش كوره خالص. لكن لما نشوف ايه اللي هيحصل في هذه المباراه المهمه جدا، ونتمنى التوفيق يا رب للاخضر السعودي. نروح لحساب رسمي الفيفا كاس عالم واللي نشر يعني مقطع فيديو لحوار ما بين اسطوره البرازيل رونالدو مع روديجيو لاعب البرازيلي الشاب. هنا روديجو يمكن بعد اللقاء مسح ساق رونالدو وقال له بركاتك يا رونالدو. طبعا يعني هي لحظه بتبقى مفهومه، احنا بنعملها كتير في مصر، مثلا انت بركاتك يا كذا، باخد منه بقى البركات اللي انا فكره ابقى متفوق اتالق اجيب اهداف. فاكرين في مره عملها المدير الفني الاوروغوياني اللي كان بيدرب النادي الاهلي مع مانويل جوزيه لما قعد كده يتمسح في الجاكيت وقال عشان اخد منك بركاتك لما افوز مع الاهلي بالبطولات الفتره اللي جايه. نروح كمان لحساب كاس العالم فيفا وبيتكلموا على تغريده: هل تعلم اننا لعبنا نصف مباريات كاس العالم فيفا قطر 2022 حتى الان؟ احنا لعبنا لغايه دلوقتي حوالي 32 مباراه من اصل 64 مباراه. اكتر لحظه بقت راسخه في ذهنك حتى الان، هل هدف ميسي؟ هل هدف كريستيانو؟ هل هدف السعوديه في الارجنتين للدوسري؟ هل اهداف السنغال في قطر اهداف ولحظات مؤثره؟ ولا هل اهداف المغرب في بلجيكا كلها اهداف بالتاكيد ولحظات ممكن تكون مؤثره بشكل كبير في كاس العالم؟ طيب حساب يلا كوره وبيتكلموا مع اشتعال الصراع: كيف يتم حسم المنتخبات المتاهله لدور ال 16 في كاس العالم؟ بصوا اللائحه المنظمه للبطوله والفيفا حط لائحه محدده. اول حاجه فرق الاهداف، يعني انت جايب 6 عليك 4 يبقى انت موجب 2، ده اول معيار. تاني معيار عدد الاهداف المسجله، يعني جايب اهداف اكتر. تالت معيار عدد النقاط في المواجهات المباشره، يعني تالت معيار المواجهه المباشره ما بينه وبينك، مين كسب مين. لو حصل تساوي كمان بنروح لفرق الاهداف في المباريات الملعوبه بين الفرق المعنيه، معنى هنا بنتكلم على اكتر من فرقتين مش فرقتين بس. بعد كده المعيار الخامس عدد الاهداف في المباريات الملعوبه بين الفرق المعنيه، يعني فرق الاهداف ثم عدد الاهداف. طيب بعد كده اللعب النظيف الفير بلاي اخر نقطه ممكن تشتغل عليها، وعلى فكره فرقت كتير جدا السنه البطوله اللي فاتت مع السنغال، السنغال خرجت بسبب انذار على فكره، يعني بسبب انذار السنغال خرجت بسبب اللعب النظيف الفير بلاي. بس بتتحسب ازاي؟ لو انت واخد انذار بتضرب في 1، لو انت مثلا في طرد غير مباشر يعني انذار في انذار بتضرب في 4، لو في كارت احمر مباشر بتضرب في 5، ثم بعد ذلك لو حصل تساوي بتعمل قرع، يعني بعد كل المعايير دي لو حصل تساوي بتعمل قرعه. لكن اللعب النظيف انا حسبت لكم بتحسب ازاي؟ انذار انذار وانذار تاني، كارت احمر مباشر، كل واحده ليها درجه وبتضرب في المعامل بتاعها، وده حصل مع السنغال المره اللي فاتت وطلعت بسبب اللعب النظيف.
عشان كده الانذارات بتبقى مهمه جدا في المباريات، بتفرق معاك حتى في اخر جوله. طيب حساب الوطن سبورت وعاملين احصائيه بخصوص الجوله الثانيه من دور المجموعات بكاس العالم. احصائيات الجوله الثالثه ازاي بقى؟ بص، اتلعب 16 مباراه في الجوله الثانيه، في 12 منتخب فاز وحصل 3 تعادلات ايجابيه وفي تعادل سلبي، وتم احراز 40 هدف واتحسب ضربتين جزاء. برونو فرنانديز سجل للبرتغال امام اوروجواي، وسالم الدوسري اهدر لمنتخب السعوديه امام بولندا. دي ضربتين الجزاء اللي اتحسبوا، واحد سجلها والتاني اهدرها. طيب ثلاث منتخبات تاهلت دون النظر للجوله الثالثه. فرنسا في الصداره 6 نقط في المجموعه الرابعه، البرازيل 6 نقط في المجموعه السابعه، البرتغال 6 نقط في المجموعه الثامنه. طب مين هدافي الجوله الثانيه؟ محمد قدوس لاعب منتخب غانا اللي بيلعب في اياكس امستردام احرز هدفين. برونو فرنانديز اللاعب البرتغالي اللي بيلعب في مانشستر يونايتد هدفين. تشيو كيو سونج كوريا الجنوبيه احرز هدفين. كيليان امبابي فرنسا احرز هدفين. كراميتش في كرواتيا احرز هدفين. فعندنا 5 لعيبه احرزت هدفين في مباريات الجوله الثانيه. طب نروح لاخر حاجه، حساب في الجول، وبيتكلموا على ان الاتحاد الدولي لكره القدم يغرم منتخب المانيا 10,000 اورو بسبب عدم حضور احد لاعبيه المؤتمر الصحفي اللي سبق لقاء اسبانيا. كلنا فاكرين المؤتمر الصحفي حضره هانز فليك لوحده كمدير فني، ولكن ما حضرش اي لاعب هذا المؤتمر الصحفي، وبالتالي طبقا للائحه 10,000 اورو على منتخب المانيا بسبب غياب احد لاعبيه في هذه المباراه. في هذه اللحظات وانا معاكم بالتاكيد مباراه الجوله الثالثه للمجموعه الاولى، ما زالت الهولندا متقدمه على السنغال بهدف مقابل لا شيء، او الاكوادور هولندا متقدمه على قطر 1-0، والسنغال متقدم الاكوادور بهدف مقابل لا شيء. قدامكم على الشاشه اهو، الاكوادور متقدمه على السنغال ولا السنغال متقدمه؟ السنغال متقدمه على الاكوادور 1-0، وهولندا متقدمه على قطر 1-0. انا زي ما قلت لكم يمكن السنغال ممكن تعمل مفاجاه ان شاء الله وتتاهل الى مرحله الدور القادم، ومكسب مهم جدا بالنسبه لمنتخب السنغال. طبعا بطوله قويه جدا وبطوله مهمه، لكن مهم جدا في الجزء الاخير من الترند اروح لسؤال حلقه النهارده، المنتخبات الكبيره اللي ممكن تخرج من لقاءات الدور الاول توقعاتكم ممكن تكون مين؟ نروح بقى نشوف مشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه. استاذ فادي بيقول مساء الخير عليك يا كابتن، اتوقع المانيا والارجنتين. المانيا اتمنى، الارجنتين بلاش يا جدع حرام ميسي، يعني عايزين نتفرج على المتعه لغايه الجوله الاخيره حتى. احمد خالد بيقول المكسيك والمانيا وبالتوفيق للمنتخبات العربيه. اه احمد طلع المكسيك لكن خلى الارجنتين تكمل. المانيا اكيد الكل بيتمنى لها الخروج من البطوله. عمر صالح بيقول المانيا والارجنتين وان شاء الله تاهل السعوديه والمغرب. طب نروح لرأي تاني، أبو بسملة الأهلاوي بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الوضع ده أكيد كل المنتخبات العربية هي هتخرج، أنا بتمنى طبعا التوفيق ليهم والصعود لدور ال 16، المغرب وتونس والسعودية. ماشي، بس كنا بنتكلم على المنتخبات الكبيرة اللي هي ممكن تكون مرشحة لكأس العالم. أستاذ محمد وائل بيقول أتوقع خروج ألمانيا وبلجيكا والأوروجواي والسنغال، أهلاوي وأفتخر. السنغال؟ طيب. نروح لرأي تاني، عصام حامد بيقول ألمانيا والأرجنتين. ماشي، ده بالنسبة لرأي الجمهور على المنتخبات الكبيرة اللي ممكن تخرج من الدور الأول. كوني بتوقع ألمانيا بنسبة كبيرة، وأكيد في حالة غضب كبيرة بخصوص المنتخب الألماني بعد الصورة اللي ظهرت في لقاء الدور الأول بالتأكيد أمام المنتخب الياباني. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا بإذن الله لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.